تنطي الوصف وتحدد المجرم والجهة أيا كانت. رجاء ما عنده قدرة على تحمل المسؤولية خليه يقعد ببيته. ماكو إرادة فوق إرادة القانون حتى يكون واضح أمامك. تجمعنا بالحي العسكري بالمضيف مال الصباح نفسه، وإنه غير جراوية نقطع طرق نروح للمحافظة بعد منا للساعة بالثلاثة. أراد الفاسدون يثنون إرادتي وما زادوني إلا إصرارا وثبات إن شاء الله. يعني بها تهريب أكثر من 40 جريمة خلال هاي السنين ما انكشفت بسبب التستر من بعض القادة الأمنيين. شنو اللي ببالكم أنتم من خطوط حمراء وأسماء وعناوين وكذا ومؤسسات؟ أبداً. الساعة السادسة سننطلق من بغداد إلى ديالى الحبيبة. ماكو إرادة فوق إرادة القانون.